ما راح يأثر لسبب أو بسيط، إنه هذه الاختلافات مو هي اختلافات من مثل ما يروج إنه مجموعة من النواب في اللجنة المالية، لا، أو هي المقترحات مجموعة من النواب متبنات من مجموعة من النواب، لا، هي اقتراحات تم تبنيها من بعض الأخوة الموجودين في نفسهم بالإقليم، يعني الحزب الاتحاد الموجود في سليمانية، الاتحاد الإسلامي أيضا كان وجهة نظره واضحة. نحن نعتقد، وهذا هو الواقع بصراحة، أنه الإخوان في الإقليم أو حكومة الإقليم تبحث عن حاكمية للنفط، يعني مو موضوع مستحقات، موضوع رواتب واستحقاق أبنائنا وأبناء الشعب العراقي الموجود في شمال العراق، لا، هذا ما يفكر به، يفكر أنه هناك حاكمية للنفط وهناك سيطرة للنفط، هو يبيع ويستخرج ويبيع ويأخذ الإيرادات ما نعرفه وين تروح ما تروح. أما أبناء الشعب العراقي الموجود في الإقليم بالمحافظة السليمانية، بربيل، بحلبجة، هذا جهنم، مو مشكلته. المشكلة أنه أنا أبقى مسيطر على نفط وإيراداته وعدم وضوح رؤية، عدم وجود شفافية وين تروح الإيرادات، هذا مو مشكلته. الموازنة مو ما مؤخرتها هذه الفقرات مع الإقليم، مؤخرها بصراحة بعض الأمور الفنية اللي تخص بعض المواد فيما يخص الدرعات، العمل المنجزة في الخطة الاستثمارية، هل تحسب من ضمن الخطة الاستثمارية بموازنة 23 أم لا؟ نعم. اللي مؤخرها المناقلات اللي تم نعتقد اللجنة ما تعتقد أن هناك بعض المبالغ المرصودة في الموازنة، يعتقدون أن هناك أبواب صرف غير مبررة وغير واقعية، يعتقدون أنه يجب أن تنقل إلى أبواب أخرى. هناك رأي بزيادة المبالغ المخصصة للمحافظات وخصوصا المحافظات المنتجة ودعم تنمية الأقاليم، هناك رأي، وهذا رأي طبعا محترم لنواب البصرة ومضمنهم نواب اللجنة المالية، يعتقدون أن البصرة مضمومة في كثير من أبواب الصرف التشغيلية والاستثمارية، لذلك كان هناك أكثر من رأي، مثلا رأي بزيادة المبالغ التي خصصت لتحلية مياه البحر كانت مخصصة في وزارة الإسكان، وأنا أعتقد أن المحافظة أو محافظة البصرة هي أولى بتنفيذها باعتبار هي أدرى بالمشاكل وأدرى وين تكمن المعالجات السريعة واللي تكون واضحة. نعم. أما وزارة الإسكان أغلب المشاريع الوزارية نحن أعتقد أنها غير منتجة، وعندنا كثير من المشاريع الوزارية في وزارة الإسكان ووزارة البلديات سابقا لحد الآن مشاريع متلكة. مثلا كان أكو رأي تحويل مبالغ أو تخصيص مبالغ للحولي، نحن نعتقد 400 مليار بالنسبة لمشروع الحولي لكل قيمة التقديرية أكثر من 3 تريليون، أعتقد وضع 400 مليار صح هو مبلغ لا يوازي، لكن نحن نعتقد مجرد إدراج هذا المشروع في هذا في 23 أو ما متبقى من 23 راح يعمم على سنوات الثلاثة المقبلة، وبالتالي يبدي هذا المشروع ينهض، وأعتقد أهالي البصرة يعرفون مدى استراتيجية هذا المشروع وفضل كثير من مشاكل الازدحام ومشاكل المرور في داخل محافظة البصرة. تخصيص إحنا البصرة نعاني من مشكلة كبيرة، يعني مشكلة الأمراض السرطانية، فنعتقد أنه تخصيص 10 مليار لبناء مركز سرطان في محافظة البصرة أيضا جزء قليل طبعا من استحقاقنا. نعم. 10 مليار أخرى تخصص إلى بناء مركز لأمراض الكلى أيضا هذا جزء قليل من استحقاقنا، هاي كلها مطالب تخص محافظة البصرة. إلزام طبعا ضفنا طالبنا بإضافة مادة في موازنة بإلزام الشركات جولات التراخيص اللي مع الأسف لحد الآن من دخلت جولات التراخيص إلى البصرة ولحد الآن لم نلاحظ أي مشروع واقعي